مبادرة الإنقاذ جاهزة تنتظر موعدا قريبا للإفصاح عن مضمونها. حوار وطني يتزعمه اتحاد الشغل ويشارك في صياغته منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. المبادرة انتهت في وثائقها الثلاثة، الوثيقة السياسية، الوثيقة الاقتصادية والوثيقة الاجتماعية، إضافة إلى وثائق أخرى باش تكون في شكل ملحقات. المبادرة باش يقع إعلانها بعد العيد، أكيد توفر الظروف المناسبة باش يقع عرضها على المجتمع المدني وعلى كل الرأي العام للاطلاع عليها، ويقع توجيهها لكل معناها السلطات وخاصة مؤسسة رئاسة الجمهورية. أرد الرئيس سعيد حول مشاركة السلطة التنفيذية في المبادرة، جاء رافضا في خطابه الرئاسي الأخير بعبارات صريحة لا تقبل التأويل. البرلمان موجود وحوار وطني، على شنو الحوار؟ هناك حوار يتم إن شاء الله في البرلمان، هذه مهمة المشرع. حوار تجاوزه الزمن في نظر محللين للشأن السياسي، لكن التعويل يبقى على المجتمع المدني لإثرائه في انتظار ما سيقدمه من إجابات للقضايا الحارقة في البلاد. يبقى ربما التعويل على المجتمع المدني من أجل الإثراء والتفاعل، ويبقى التحدي الرئيسي في تقديري هو مضمون هذه المبادرة. هناك جهد بذل في الفترة الماضية، هناك خبراء قيل أنهم اشتغلوا بشكل جيد، أعتقد أن يجب أن تكون لهذه المبادرة قيمة مضافة، إجابات اقتصادية اجتماعية سياسية نستأنس بها، ليس بالضرورة داخل حوار وطني، لكن أيضا بإمكان السلطة أو بإمكان الوزارات أو بإمكان حتى مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية أن تنهل منها. ثلاثة وثائق وخارطة طريق صاغها خبراء بهدف تطويق الأزمة في البلاد، يعترف مقترحوها بدور مؤسسة رئاسة الجمهورية، لكن الرئاسة لا تبادلهم الاعتراف. حشد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية مسار إجباري أمام الأطراف المبادرة باقتراح الحوار الوطني. حل بديل يطرح سيلا من الأسئلة بشأن جدوى المبادرة وفرص نجاحها في ظل غياب مشاركة السلطة التنفيذية. إينيس فرادي، اليوم تونس. قال مسؤول أمني لوكالة رويترز اليوم الخميس أن خفر السواحل التونسي انتشل 15 جثة أخرى لمهاجرين، ليرتفع بذلك عدد القتلى جراء غرق مركب قبلة تونس إلى 25 شخصا. وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي العميد حسام الدين الجبابلي أن خفر السواحل انتشل جثث 14 مهاجرا بينهم 6 نساء من دول إفريقية، بالإضافة إلى جثة تونسي كان ربان المركب. يشار إلى أنه تم إنقاذ 76 شخصا بعد غرق قارب خشبي يحمل نحو 110 مهاجرين أمس الأربعاء قبالة سواحل مدينة صفاقس التونسية، بينما لا يزال الباقون في عداد المفقودين.